تجولت كاميرا رشيد في منطقة الكمالية شرق العاصمة بغداد والتقت بعدد من المواطنين الذين عبروا عن معاناتهم بسبب سوء الخدمات وصعوبة الحصول على فرص العمل. قسما بذات الله احكي لك المعاناة مالاتنا ومال الولد. روح اطلع عمي سولف. احنا بلد الحضارات العراق. اي احنا بلد الحضارات بشرفك يطببونا تك تك. انا زمن صدام حسين خادم 4 سنوات ونص، كنت من اجي انزل مجاز القى شغل. هسه قسما بذات الله اريد لي عمل اشتغل بيه ماكو، لا راتب لا قطعه ارض لا بيت لا سياره باسمي، كل شيء ماكو باسمي. يعني انا مو عراقي يطبب لي تكتك. احنا 2019 بعد هالسيارات ما طبه للعراق، احنا صاعدينها بشرفك يطبب تكتك. احنا بلد الحضارات، العاصمة هاي مال بغداد، العاصمة هاي معاناتها شوفها بالتراب. احنا نشتغل ويطببون تك تك قسما بذات الله. ماك لا محاسبة، لا واحد يحاسب البرلمان، لا واحد يحاسب الدولة، ولا واحد يحاسب يعني المسيء. هذا الحال فرصة عمل ماكو، يعني شاب يطلع للسوق ماكو. شنو يعني يوم يطلع لك 3000 دينار سنة طماطات بتنجانات، يعني حتى الله ما يرضى. شغل ماكو، انا انقطع رزقنا والله انقطع رزقنا. شاب عراقي لازم هسه مو هسه يطلعونا منه. يعني احنا نطلع 7000 ها، وكل ساعه مطلعيننا منه. انا اهل المحلات تشتكي علينا، طلعوا المحلات اصوليه، هذا سوق اصولي. اي بس يطلعونا هم، يطلعونا. اي كل ساعه يطلعونا منه. انا اطلع من اياب، احنا طلعنا خلينا نطلعنا 7000 10000 ودبت البنزين من يمين ونطلع. ما كل ساعه يطلعونا ويطببونا، يطلعونا. وانت شوف تخبب عينك واقف انت. الله يساعدك. زميلي علي طببوها علينا. طبعا يوم ويوم قلبات بالنسوان بالحسين، هسه انا خاف اصعد بيه. انت مساح سولفت لي سالفه. قلت لي ابني عنده هسه اول واحد احرقه اذا قالوا اسلمه للدوله. هسه قدامك اجيبه واحرقه اذا طلعه وتكالك. واحنا مطلوبين عليه 1.5. بايش هي سعر؟ اشتريناها ب2.25. هسه هنا احرقها بس خلي يطلعون التكاتك. لا والله بالحسين اي والله العظيم احركها. هيك الناس متاذيه. اي والله بالشارع ما تقدر تمشي. زين شغل ماكو من وراهن. زين حتى هم هسه ما يشتغلون، هم ما يشتغلون، هم ما يشتغلون لان كثرا. عالم ما عاد اعيش. شو اسوي؟ تبوك بس اريد اسالك يعني سؤال. تبوك دولتنا؟ اقول لك دولتنا هي دولتنا كون يسوي لنا عيشه للمواطن، صحيح لو لا؟ يعني ما عدي اطلع ابنه غصبا عليه اخليه يبوك؟ الا يبوك، بوك قضيت الدوله بالسجن وراح وعد، مو صحيح لو لا؟ والعشائر ما نخلص منها، مو صحيح لو لا؟ بس شو يسوي؟ هي عيشتنا. هذا عنده عرب ولا يوميته 3000، هذا عنده تكتك خطيه، شو يسوي العالم؟ ما عنده. هاي عيشتنا احنا على السوق، عيشت هاي العالم شوفه، هاي كلها عيشتهم على المسؤولين. وافق عادي عبد المهدي وكل شيء ماكو، بس وافق لا تعليمات. شفت الكتاب؟ يقول الكتاب وافق عليه بس تعليمات ماكو لحد الان. تروح الوحده الباحه وزير الماليه يقول على السنه الجايه ما عندنا فلوس. زين شلون وافق هو؟ زين انت من المفصولين؟ من المفصولين اي 2014 بالاحداث. دفاع له داخليه؟ داخليه مو قالوا رجعه؟ كل شيء ماكو. من تروح للوحده شو 2015 اللي هسه راجع وكل شيء ماكو. تروح للوحده شو تقول لك الوحده؟ ما عندنا تعليمات. ما عندك تعليمات؟ ما عندنا تعليمات. هاي كل شيء ماكو. حتى هذا الكتاب صار له 3 ايام الباحه وزير الماليه يقول ما عنده فلوس على السنه الجايه. زين احنا ايش وقت؟ كل سنه اللي طلع هسه قالوا يابا ترى الداخليه رجعوهم. كله كذب. رؤيتهم مش كله كذب، ما حد راجع. رجعهم هذا اخوي 4 اشهر ولا راتب له، 4 اشهر اخر شيء بطل من الجيش والله العظيم. رجعوه وبطل. شو عن مفصولين؟ ما حد راجعينه. لا عاد يقول لك رجعوا هذا ورجعوا هذا، كله كذب.